المكان ده بقاله أكتر من 45 سنة يعني. المكان ده كنا حاطين فيه ورد الأول، وبعدين بدأنا نحط بقى نباتات الزينة، لأن نباتات الزينة أفضل يعني. وزبايننا من المكان برضو يعتبر يعني أكتر زبايننا هنا الناس اللي هم يعني كبار البلد يعني. من الممثلين ممكن أقول لك الأستاذ عادل أدهم الله يرحمه، والأستاذ حسين فهمي برضو كانوا بياخدوا حاجات. أنا كنت بودي حاجات للأستاذ حسين فهمي في الفيلا بتاعته، والأستاذ يوسف شعبان برضو كان بيجي قبل أنا ما اشتغل هنا، سمعت إنه جه هنا وكان صديق شخصي لصاحب المكان يعني. وفي برضو مدام نادية الجندي الممثلة الكبيرة القديرة، طبعا زبونة المكان الأستاذ فاروق الفيشاوي برضو زبون المكان يعني. الحمد لله رب العالمين يعني. مدام فاتن حمام الله يرحمها، والأستاذ عمر الشريف، هند رستم كان برضو بتيجي تاخد حاجات من هنا يعني، حتى بيجوا يمثلوا افلام هنا يعني. الاستاذ عادل ادهم مثل هنا فيلم سواق الهانم، وجي برضو مثلوا برضو في فيلم هنا كان اسمه البيرومانسي، برضو تسجل هنا تصور هنا. فيعني المكان الحمد لله مشهور ومعروف من زمان ان هو يعني غني بالنباتات يعني، وكل حاجه تلاقيها لا شيء مش موجود بره تلاقيها عندي هنا. عندي نباتات قيمه وغريبه، وعندي حاجات جديده من النباتات زي الأوفيربيا مثلا المستوردة اللي هي الصبارات اللي ورانا دي، وفي حاجات كتير، وعندي برضو نباتات ظل كتير قوي.